من عدن إلى الحديدة، حيث اندلعت شباكات عنيفة عند مدخل مدينة التحيدة جنوب المحافظة عقب هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني هناك. وقالت المصادر إن قذائف أطلقتها الميليشيا سقطت وسط الأحياء السكنية في المدينة دون ذكر معلومات عن حدوث إصابات أو سقوط ضحايا وسط المدنيين. نعم، يأتي هذا فيما دفع الحوثيون بتعزيزات عسكرية إلى أمام مواقع ونقاط خطوط المواجهات مع قوات ألوية العمالقة في مديرية التحيتة. وقال بيان لألوية العمالقة إن مواقعها في شرق وغرب مديرية التحيتة تعرضت لهجمات من قبل المتمردين. كما أشار البيان إلى أن الميليشيا استهدفت منازل السكان في مديرية حيس بعشرة القذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وتنفيذها محاولات تسلل فاشلة لزرع الألغام والعبوة الناسفة في الطرقات والممرات ومواقع قوات العمالقة. وللحديث عن هذه التطورات الميدانية انضم معنا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا وسهلا بك سيدي. يعني اشتباكات عنيفة عند مدخل التحيتة، ما الجديد بهذه المواجهات؟ نعم أخي الكريم، قبل الحديث عن التحيتة، ميليشيا الحوثي شنت صباح اليوم هجوما في شرق مدينة الحديدة، وشن فيه في هذا الهجوم أحد العاملين في المجمع الصناعي والتابع لشركة إخوان ثابت وثلاثة آخرين، إضافة إلى إصابات جنديان من قوات الجيش الوطني في منطقة كيلو 7 شرق مدينة الحديدة. هذا صباح إلى ظهر اليوم دارت هذه الاشتباكات. أما في مديرية التحيتة فدارت معارك بين قوات الجيش وكذا الميليشيات الحوثي جنوب وشرق المديرية التحيتة، حيث تحاول صراحة ميليشيات الحوثي التقدم باتجاه مواقع قوات المشتركة في المديرية التحيتة التي تحررت قبل 9 أشهر تقريبا، لكن قوات الجيش تمكنت من صد وكسر هذه الهجمات. وحينما فشلت من التقدم نحو الأحياء وسط المدينة التحيتة قصفت بالأحياء السكنية بعشرات من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا التي استقطت في منطقة المناطق الساحلية لمديرية التحيتة وبالذات في منطقة المتينة، وهي من المناطق التي يذهب إليها الكثير من الأطفال والنساء للاستجمام. وحالات هلع ورعب مديرية التحيتة التي تنزف بشكل يومي في هناك العديد من الشهداء والجرحى، ما يقارب من 40 شهيدا خلال أيام الهدنة منذ 18 من ديسمبر الماضي وحتى اليوم من شهر يناير. نعم، يعني الوضع القتالي بالنسبة لألوية العمالقة كما ذكرت، وكما يعني الأخبار ترد ميدانيا عن وضع الألوية، يعني يبدو بأنها فقط تتصدى للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، لماذا لا تقوم بالمبادرة وبالهجوم؟ ما هو المعيق الآن؟ نعم أخي الكريم، المعارك لها الجانب السياسي، الجانب الأممي للأسف الشديد لا يوجد ضوء أخضر من القيادة السياسية وحكومة الشرعية وقوات التحالف لبدء عملية عسكرية، رغم كل المناشدات من قبل السكان في حيس التي تدمر على رؤوس السكان، حيث التاريخ التي تقصف بشكل يومي بقذائف الهاون من منطقة المثلث العدي، من جبل راس، من ثلاث الجهات المحيطة بها تقتلها الميليشيات وتحاول التقدم صراحة إلى مواقع قوات الجيش، ويخسر الجيش ويخسر أيضا المواطنون العديد من القتلى والجرحى، تدمر المنازل تحت سقف الهدنة. كذلك الأمر في التحيتة، يقتل الناس يوميا أخي الكريم تحت سقف الهدنة، كذلك في الدريهمي في شرق مدينة وجنوب الحديدة يقتل الناس وأيضا يقتل من في صفوف قوات الجيش ويصاب العديد منهم تحت سقف الهدنة. ما الذي يحدث؟ هذا التساؤل المرير والمريع أيضا الذي يتم تداوله بين السكان الذين يطالبون القيادة السياسية وقوات التحالف حسم معركة الحديدة، وذلك لتنقشع عنهم غمة هذه الميليشيات التي تستنزفهم بشكل يومي على المستوى الجسدي وعلى المستوى الجغرافي وعلى المستوى نهب الأموال وعلى أيضا المستوى فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والتجويع والحصار وما إلى ذلك من القضايا الإنسانية التي حولها تشكل ملف الحديدة في استقبال في السويد. نعم، عبد الحفيظ الحطامي الصحفي، كل الشكر لك.